متابعينا متابعي تخص عرب في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. صارت معكم اخر توقعات الحاله الجويه اليوميه خلال الفتره القادمه، ساعات فقط تفصلنا عن بدء تاثير الاجواء غير المستقره، عوده الاجواء الشتويه البارده والممطره بمشيئه الله الى المملكه مع ساعات هذه الليله ويوم غد الثلاثاء بمشيئه الله. نستعرض معكم في البدايه اخر صور الاقمار الاصطناعيه الوارده لدينا خصيصا هنا في تخص العرب، والتي تبين استمرار ظهور تشكيلات من السحب المتوسطه والعاليه من النوع غير الممطر فوق المملكه المنطقة، في حين نلاحظ بعض الجيوب الممطرة فوق دولة لبنان إضافة إلى غرب سوريا، ونلاحظ حزمة من السحب الركامية والطبقية الممطرة فوق غرب وسط الأراضي المصرية، إضافة إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تتحرك برمتها إلى الشرق أي باتجاه المملكة خلال ساعات هذه الليلة، وظهور تشكيلات أخرى جديدة فوق المملكة مع ساعات نهار غد الثلاثاء بمشيئة الله. أجواء تتحول هذه الليلة تدريجيا إلى ماطرة قبيل انتصاف الليل في عموم المناطق بدءا من المنطقة الشمالية، 9 درجات مئوية هي فقط الصغرى المتوقعة في العاصمة عمان، ورياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة. أما التوقعات الخاصة بخصوص نهار غد الثلاثاء، نلاحظ أن الأجواء ستكون باردة وغائمة وماطرة بمشيئة الله في عموم المناطق بدءا من المنطقة الشمالية مع ساعات هذه الليلة، تمتد خلال ساعات الليل ونهار الغد لتشمل كافة المناطق بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت حتى وخليج العقبة بعد مشيئة الله. تدريجيا مع ساعات نهار الغد نلاحظ معكم وجود بؤر من الأمطار الغزيرة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة، إضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية، حيث تكون هذه الأمطار غزيرة على فترات في هذه المناطق مع توقعات بهبوب بعض العواصف الرعدية، إضافة إلى هطول زخات من البرد بعد مشيئة الله. تدريجيا مع ساعات العصر والمساء تتراجع الفعالية الجوية لتنتهي تماما مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، مع توقع بتشكل واسع للضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية. نلاحظ معكم الملخص بهذه الأحوال الجوية ليوم غد، نلاحظ أن هنالك انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة، هنالك توقعات ببدء هطول الأمطار هذه الليلة ونهار غد الثلاثاء في عموم مناطق المملكة، تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط لزخات من البرد. هنالك تنبيه من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. أمطار خير على الجميع. كان معكم الدكتور أيمن صوالح من كادر التنبؤ الجوي في تخص العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق تخص العرب على الهواتف الذكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.